حلقة جديدة من برنامج ضفاف على شاشة العربي 2. أهلا بكم مشاهدينا وتحية لك منى. تحية لك رشيد، تحية لجميع المشاهدين. نواكب كالعادة مواضيع ثقافية وفنية وتتابعون في حلقة اليوم. اللغة العربية بين الإرث التاريخي والتحولات الرقمية في معرض حدود لغتي حدود عالمي، وفي الحلقة معالجة لدور الحروفية في نقل السرديات العربية إلى عالم الديجيتال. نقاد يصفون فيلم جوكر 2 بالعمل الفاشل، فإلى أي مدى يؤثر رأي الناقد في توجهات الجمهور والترويج للأفلام؟ وأين تلتقي عين الناقد مع الجمهور؟ متحف نازك الملائكة في بغداد يضم مكتبة ومقتنيات للشاعرة العراقية الرائدة، ويسلط الضوء على جوانب أخرى من حياتها. إذن رشيد، كانت هذه أبرز المواضيع، وبداية حلقتنا ستكون مع معرض الوسائط المتعددة حدود لغتي حدود عالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم. إشكالية تحديات اللغة العربية في عالم رقمي تهيمن عليه اللغة الإنجليزية، طرحها معرض في جامعة نورث ويسترن في قطر. بالفعل رشيد، فقد افتتح متحف مجلس الإعلام في جامعة نورث ويسترن معرض الوسائط المتعددة حدود لغتي حدود عالمي. بالفعل المعرض يهدف إلى رصد حضور اللغة العربية في الماضي وفي الحاضر يعني. نعم، ويركز المعرض الذي يتواصل حتى شهر ديسمبر المقبل على حضور اللغة العربية والحرف العربي في الوثائق والتاريخ والإعلام الرقمي وأيضا الفنون. على كل حال، نحن زرنا هذا المعرض لننقل لكم المشاهد الآتية، دعونا نتابع. يركز هذا المعرض على اللغة العربية وحضورها في المجتمعات المعاصرة، ويقدم ثيمات ووجهات نظر مختلفة لا تكفي بالتركيز على الفن والثقافة، بل تتنوع من فن الخط العربي إلى السوشيال ميديا إلى أسئلة يطرحها الناس عن اللغة العربية ومعنى التكلم بها في أيامنا هذه. يدور المعرض حول أربع ثيمات أساسية. هناك عرض عام في البداية يتطور إلى أقسام ثلاثة مختلفة تمس ماضي اللغة العربية وحاضرها ومستقبلها. تنسيق المعرض قام على مقاربة منفتحة تتضمن مواقف فنية وإنتاجات إعلامية، وأيضا استعارات من متاحف حول العالم وأخرى من دول الخليج العربي وقطر تحديدا. يطرح المعرض أسئلة كثيرة عن كلمات عربية اعتمدتها لغات مختلفة، وكلمات دخلت اللغة العربية من لغات أخرى. كما يطرح المعرض قضية تمثيل اللغة العربية في الإعلام العالمي عبر الإعلام المرئي ووسائل التواصل، ويسأل كيف سيكون مستقبل اللغة العربية؟ هل هي في خطر بسبب سيطرة اللغة الإنجليزية؟
وهل ينظر إلى اللغة العربية باعتبارها إشكالية بدلاً من النظر إليها كلغة جميلة وثرية؟ بالفعل جميل جدا. ورشيد، أسئلة عديدة يطرحها ما يشاهد هذا المعرض وتخص لغتنا العربية، مثلا ما مدى تأثيرها في ظل ظهور لغة رقمية كادت توحد لغات العالم؟ هذا صحيح. كذلك سنسعى إلى الإحاطة بمقولة الفيلسوف النمساوي فيتغنشتاين، حدود لغتي حدود عالمي، التي حملها عنوان هذا المعرض. وأيضا نستكشف مظاهر تحول اللغة العربية من إرث تاريخي انحصر في المآثر الأدبية والتاريخية خصوصا إلى حضور مكثف في الفنون والميديا الجديدة. على كل حال، كل هذه الأسئلة سنطرحها على الفنان الحروفي حسين الأزعط، الذي يشارك في هذا المعرض بأعمال رقمية وينضم إلينا من عمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ مرحباً حسين بك. يعني ربما أبرز سؤال في البداية، أهلا بكم. أهلا بك، ما هي ملامح التجديد والتجريب في الخط العربي، وكيف فرضت ربما الثورة الرقمية تحديات عليه؟ شكرا لهذه الاستضافة. يعني حقيقة عند التحدث عن فن الخط العربي، بما أنكم ذكرتوا التاريخ، فيعني هناك نقطة أحب أن أثيرها في هذا الصدد، أنه تاريخ الخط العربي وتاريخ الكتابة هما يعني أمران كانا في تطور دائم. الكتابة العربية عندما كانت بشكل كان لها وظيفة للتدوين، وبعد ظهور الإسلام وهناك حاجات ووظائف أخرى للخط العربي أصبحت وأصبح ما يعرف بفن الخط العربي. ف برأيي أن التطور والتحديات كانت مرافقة لفن الخط، وهذا ما وصلنا إليه في أيامنا الحالية، أن هناك يعني تنافس وحضور للكتابة العربية بين لغات وأنظمة الكتابة في العالم. والتحديات التي فرضتها الثورة الرقمية أيضا أثرت على فن الخط وأدت إلى تطوره بشكل ملحوظ كما نراها في يومنا الحالي. طيب، ضم هذا المعرض آثارا تاريخية ومساهمات شعرية وأدبية ومحتويات رقمية أيضا، ولديك سيد حسين مساهمات بأعمال فنية رقمية بالحرف العربي، هل سمح برأيك الفن للخط العربي بالصمود في مواجهة تدفق المحتوى الرقمي؟ صحيح. يعني أعتقد أن هذا الفن وعلاقته بهذه التقنية، تقنية الكتابة العربية، جعلتها في معرضي الذي يحمل كلمة أو عنوان حق واضح، وهو يعني يركز على أمرين: وضوح رسالة الخط العربي ووضوح أهدافه التي كانت تدعو دائما لكتابة النصوص المقدسة والنصوص النبيلة، وبالشق الآخر اللي هو سرعة تدفق البيانات في عصرنا الحالي والسوشيال ميديا وما إلى ذلك. فكنت بهذا المعرض أركز على هذا التناقض عن طريق لوحات أعددتها رقميا تحمل عنوان حق واضح. هو بالنسبة لنا هو أمر بديهي وواضح، لكن هل هو كذلك بالنسبة لباقي الشعوب المتلقية لهذا الفن؟ فكان هذا المعرض الذي يستفز المتلقي أو الزائر عن طريق لوحات أعددتها رقميا لكنها تحاكي أيضا التقنيات التقليدية لإنتاج الفن الخط العربي. ربما هذا أستاذ حسين يقودني إلى سؤال، وحسب تجربتك عمليا، يعني هل استخدام الوسائط الرقمية في الخط يمكن أن يسمح بأنماط تعبير جديدة في شكل الحروف والألوان والتنويعات المختلفة؟ صحيح، أنا أؤيد هذه الفكرة وأنا أمارسها فعليا. أنا بالنسبة لي كفنان حروفي أقوم بتنفيذ العديد من أعمالي بالتقنيات التقليدية كالقصبة والحبر والأوراق، وأيضا بنفس الوقت أستخدم التقنيات الرقمية، حتى يعني ما أصبح يعني هو ظاهرة معروفة الآن، الذكاء الاصطناعي
قمت أيضا في أحد اللوحات التي نفذتها في هذا المعرض باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإنتاج أو إكساء تصاميم حروفية قمت بها بالسجاد الشرقي المشهور في بلادنا وفي الشرق بشكل عام. فكان هذه التقنية وهذه الأدوات بالنسبة لي كفنان هي ما هي إلا أدوات أسخرها لخدمة التعبير الفني الذي أريد أن أصل إليه. نعم. طيب سيد حسين، ما هي إضافات الخط العربي في الفنون اليوم؟ وهل تغير تأثيره أو تبدل دور هذا الخط؟ الفن الخط العربي يعني كما أسلفت هو انتقل من الشكل التدوين البدائي إلى فن بصري يحمل هوية الثقافة العربية، يعني ويكاد يكون هو خير ممثل للثقافة العربية. نجد الخط العربي يعني عندما تزورين أي متحف في العالم تجدين هناك دائما هناك زاوية للفن الإسلامي، وتجدي أن الفن الإسلامي يكاد يكون المظهر العام له هو الخط العربي. تجديه على الصحون وعلى الأقمشة وعلى البلاط وعلى ولا كثير من القطع. في عصرنا الحالي أصبح أيضا هناك فضول لاكتشاف يعني الثقافة العربية عن طريق التطبيقات الفنية الحديثة التي يعني يسخرها الخط العربي. لطيف جدا. ربما هنا سؤالي أستاذ حسين، قضايا ومشاغل منطقتنا العربية على ما يبدو هي نفسها منذ قرون، هل برأيك استطاعت اللغة العربية والخط العربي تحديدا إبراز سردياتنا؟ والله سؤال ممتاز أخ رشيد. ويعني بهذا العصر أتوقع أنه مع استخدام السوشيال ميديا مع والصحافة والميديا بشكل عام، أعتقد أنه أصبحت رسالتنا يعني تصل بشكل أكبر، وأصبح أيضا فعلا حدود لغتي حدود عالمي. اللغة العربية أصبحت هي مظهر، تعرف أنه أحيانا ممكن ينظر لها بزاوية أخرى، لكن بهذا العصر أصبح فن الخط حاليا يحمل السرديات ويتلو يعني هذه القصص بشكل أفضل، ويعني انتشاره أوسع مما سبق، وهذا بطبيعة الحال لأنه سرعة العصر الحالي والتدفق البيانات في كل مكان. نعم، شكرا جزيلا على هذه المشاركة الفنان حسين العزعط، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا أستاذ حسين. مشاهدينا نتوقف لفاصل قصير، نعود بعده لمتابعة ما تبقى من فقرات برنامج لفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. هو أحد حراس الهوية المصرية ورسام مباهج مصر ومآسيها، والفنان الذي حول الفن شأنا شعبيا. هذه أبرز الكلمات التي كتبت لوصف الفنان التشكيلي المصري حلمي توني الذي رحل يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 90 عاما. نتعرف عليه أكثر مع الزميل رشيد. شكرا لك منى. إذن رحل حلمي التوني الذي ولد في محافظة بني سويف عام 1934 وحصل على بكالوريوس الديكور المسرحي من كلية الفنون الجميلة، كما أنه درس الفنون والزخرفة. تجربة التوني العملية بدأت منذ الخمسينيات، ظهرت رسومه في مجلتي سمير وميكي للأطفال إن كنتم تذكرون، كذلك ساهم في إخراج مجلة المسرح والسينما. الراحل تخصص أيضا في التصوير الزيتي والتصميم والكاريكاتير، اشتهر بشخصيات متميزة في رسومه المأخوذة عمليا من الثيمات الشعبية المصرية. ترك الكثير من اللوحات والتصاميم الجرافيكية ورسوم للأطفال وأعمال كاريكاتورية وملصقات للأفلام، لكن شهرة الكبيرة تعود إلى تصميم أغلفة الكتب وأبرزها أغلفة روايات
نجيب محفوظ كما ترون. التوني قدم معارض عدة، أبرز هذه المعارض معرض خصص لتقديم لوحات مستوحاة من الأغاني المصرية الشعبية والقديمة مثل يا حلوي صبح يا حلوي طل لمحمد قنديل، وكذلك كعب الغزال لمحمد رشدي، وأغنيات عربية أخرى مثل زهرة المدائن لفيروز وست الحبايب لفايزة أحمد. يعد التوني من التشكيليين العرب الملتزمين، ناصر القضايا العادلة وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية، وكان لديه موقف من السوشيال ميديا التي اعتبرها سببا في فقدان جزئي للهوية والملامح المميزة لكل بلد، وهو ما عالجه عمليا في لوحاته برسم وجوه ذات عيون واسعة تحيط بها رموز مصرية شعبية معروفة. شكرا رشيد. بعد قليل مشاهدينا نناقش مفهوم النقد السينمائي على ضوء انتقادات فيلم جوكر 2، ابقوا معنا. عشر دقائق وربما أكثر استمر التصفيق الحار بعد عرض فيلم الجوكر جنون 2 أو جوكر فولي أدو لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الذي اختتم قبل يومين، ثم فوجئنا بمقالات نقدية تطرح آراء سلبية. البعض هاجم أداء ليدي غاغا، بل وكذلك خواكين فينيكس المعروف بموهبته الفريدة. ما أبرز الردود حول هذا الفيلم رشيد؟ منى، حسب وكالة Agen News International لم يتمكن فيلم الإثارة النفسي من إثارة المعجبين، لأنه تلقى في الغالب ردود أفعال عنيفة تجاه دور ليدي غاغا، وقد ظهر خواكين باعتباره مهرجا مظلما وغريب الأطوار. كذلك نشرت صحيفة هوليوود ريبورتر في مراجعتها تقول نهاية المخرج فيليبس غير متكافئة، وأضافت الفيلم الذي تبلغ مدة ساعتين وربع الساعة يبدو ضعيفا ومملا في بعض الأحيان. إلا أن موقع إنديا واير كتب عن قصة الفيلم، كتب يقول القصة مملة ومسطحة، ومثل هذه الخسارة الإجرامية لليدي غاغا غير مسبوقة على الإطلاق. فيما شددت صحيفة الغارديان على أن شخصية غاغا في القصة كما تم بناؤها لا تمنحها فرصة كبيرة للتطور في أي اتجاه. نعم يعني رشيد، رغم كل هذه الانتقادات يبدو الجمهور بالفعل غير مبالي، وطبعا هو ينتظر طرح الفيلم في صالات السينما في 2 أكتوبر المقبل، وهناك أمثلة عديدة على أعمال سينمائية رغم انتقادها إلا أنها حققت مشاهدين نجاح جماهيري وإيرادات قياسية. ربما منى هنا نطرح هذا التساؤل حول مفهوم النقد السينمائي وتأثيره على توجهات وخيارات الجمهور، وما تأثير الاختلاف في وجهات النظر وتعدد الآراء. نعم، للنقاش أكثر حول هذا الموضوع، موضوع النقد السينمائي، ينضم إلينا من العاصمة المغربية الرباط الكاتب والناقد الفني أشرف الحساني. أهلا بك معنا سيد أشرف في ضفاف. وبداية يعني إذا ممكن تعطينا الفرق بين النقد السينمائي والصحافة السينمائية. صباح النور، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة. في الحقيقة هو سؤال يعني عادة ما يطرح داخل الشأن السينمائي العربي والعالمي، شو الفرق يعني بين النقد السينمائي والصحافة التي تعنى بالسينما. أولا، النقد السينمائي هو في أساسه كتابة، لكنها كتابة تروم إلى التفكير من خلال مفاهيم ومن خلال قضايا ومن خلال إشكالات ومن خلال نظريات يعني مترسبة في الذات الإنسانية. الصحافة غايتها هي الإخبار والإعلام، كما أن عين الناقد السينمائي نفسه تختلف
من عين إلى آخر، والاختلاف هذا يتمثل في التنشئة وفي الرأسمال الرمزي الخاص بأي ناقد يختلف عن زميله الآخر. غير أن الجميل، يعني الجميل في السينما هو يكتسب خصوصياته في الفيلم، ليس يعني من داخل الفيلم نفسه ولكن من داخل العين التي تراه. وحينما أقول العين التي تراه فأنا أقصد بذلك مفهوم التمثل لا ريبريزونطاسيون، الذي قيل مع مجموعة من الباحثين والمفكرين أنه انهار فيما شهده يعني الفن من انتقال من الفن الحديث إلى الفن المعاصر. لكن لابد أن تكون عين ناقدة ربما هنا أستاذ أشرف، وهنا ربما نطرح سؤال يعني فيما يتعلق بالنقد السينمائي العربي تحديدا، هل كل ما يكتب في المواقع والصحف العربية عن السينما يمكن أن يسمى نقدا سينمائيا؟ طبعا هذا غير صحيح يعني بالمرة. ليس كل ما يكتب عن فيلم سينمائي عربي أو عالمي هو نقد سينمائي. هناك نقد سينمائي وهناك صحافة تعنى بالسينما أو تحاول أن تهتم بالسينما، وهي في مجملها تتهجى يعني مبادئ الحداثة السينمائية. عموما هناك يعني ثلاث أنواع من الكتابات. هناك النقد الإشهاري، وهو النقد الصحفي الذي يكتبه الزملاء في الصحافة. هذا النقد يقف عند عتبة العمل السينمائي، فهو لا يهتم بالمضامين الفكرية وبالسياقات التاريخية التي ساهمت في نشوء وتشكل العمل السينمائي. ثم هناك النوع الثاني، وهو النقد الحميمي، الذي عادة ما يكتبه العشاق السينما السينيفيليون الحقيقيون. وتتمتع هذا النوع من الكتابة يتمتع بخصوصية يعني بارزة داخل النقد السينمائي العربي، وله جمهور واسع وكبير يعني منتشر بالعالم العربي. ونصل إلى النقد الثالث، وهو النوع الثالث، وهو غير موجود مع الأسف بالعالم العربي، وهو النقد الفكري أو النقد الأكاديمي. نعم. الذي ينظر إلى العمل السينمائي بنظرة فكرية يعني خالصة، يستلهم المفاهيم، يستلهم السياقات التاريخية، المناهج، النظريات، ويحاول عبر خطاب فكري موارب أن يجعل من السينما يعني أداة للتفكير ومختبرا لتأمل يعني قضايا وشؤون ذات صلة بالوطن العربي. أشرف، ممكن أن يعني نطرح هذا السؤال، يعني كثيرون ربما يرون في النقد السينمائي عنصرا نخبويا، لكن مع التطور التكنولوجي يعني هناك شباب يعشقون السينما، يتحدثون عن أفلام عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو قنواتهم عبر يوتيوب. هل ظهور هذا الشكل الجديد للنقد السينمائي يؤكد وجود فراغ ما؟ وما رأيك في جرأة هؤلاء؟ يعني المخرج الفرنسي فرانسوا تروفو قال إن لكل إنسان مهنتان، المهنة التي يمارسها والنقد السينمائي. في الحقيقة أنا شخصيا يعني أنتمي إلى مدرسة تقول أن ما يكسب عن السينما وعن الفن وعن الموسيقى وعن المسرح داخل وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن نعتبره لا نقدا فنيا ولا نقدا سينمائيا. أولا لأن النقد السينمائي هو عبارة عن عملية فكرية، والنقد السينمائي يكتبه شخص يعني له رأس مال رمزي كبير، عارف بالتاريخ، بالسوسيولوجيا، بالفلسفة وبالأنثروبولوجيا، وهذا ما يمكنه يعني من كتابة يعني مقالة حول النقد السينمائي. ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي وهو في عمومه يعني مقبول يعني من الناحية يعني الشكلية، بس من الناحية المضمونية هو يفتقر يعني إلى المقومات الصلبة والحقيقية التي تجعلنا نقول أن هذا نقد سينمائي أو العكس. على كل حال أستاذ أشرف، أنت كتبت مقالا يعني ربما يجسد ما تحدثت عنه. قلت في هذا المقال إن الناقد العربي تحديدا غريب الوجه واليد واللسان، وإن الناقد السينمائي في مأزق صعب. سؤالي هو، ما هو هذا الموقف الصعب ولماذا هذا الوصف تحديدا؟
في الحقيقة الناقد السينمائي داخل العالم العربي تواجه صعوبات كثيرة. أولا الاعتراف بالقيمة الرمزية والمكانة الاعتبارية للناقد، يعني باعتباره أولا مثقفا، باعتباره مفكرا، باعتباره يعني حاملا لمشروع بصري قادر على تفكيك مقومات الصورة السينمائية. من المآزق الحقيقية التي تلم بجسد الناقد السينمائي العربي أنه لا يتم الاعتراف به عربيا. أذكر لي مثلا مهرجان سينمائي واحد تجد على رأس لجنة التحكيم ناقد سينمائي، هذا غير موجود. غالبا ما يستنجد بالنقاد السينما ليكتبوا عن المهرجان ويعرفوا بالأفلام، وهذا ليس عمل الناقد السينمائي بل عمل الصحفي بدرجة أولى. كما أن غياب ما أسميه بالمونوغرافيات السينمائية يساهم في تأزيم ويعني وشرخ يعني هذا الواقع الذي يعمل به الناقد السينمائي. في العالم العربي لا نتوفر على ما نسميه بالمونوغرافيات السينمائية، وهو شكل من الكتابة الذي يحاول أن يساهم يعني في تقديم صورة كبيرة للنقد السينمائي يعني العربي. في الختام أعتقد أن يعني غياب هذه نعم الفيلم هو ملك للمشاهد، يعني هيك باختصار ما رأيك في تفرد مهرجان تورونتو السينمائي المقام حاليا في أن الجائزة الكبرى هي جائزة الجمهور؟ الجمهور صحيح. في الحقيقة يعني منح يعني الجمهور هذه يعني هذا الحكم، يعني أن يحكم على أفلام يعني هو أمر يعني جيد، أمر جيد، بس الجمهور يعني يختلف باختلاف شرائحه، باختلاف يعني انتمائه يعني الاجتماعي وبتكوينه الشخصي. لا أعتقد أن كل الجماهير يعني في العالم لها قدرة على تحليل وفهم طبيعة العمل السينمائي، خصوصا يعني في وطننا العربي. لا نعثر يعني على صالات سينمائية كبيرة، نجد أن المشاهد أو المواطن ليس له أي دربة في المشاهدة السينمائية، يعني صعب جدا يعني أن نعطي هذه الملكة، ملكة التقييم الأفلام يعني لجمهور. ممكن يعني غربيا لهم هذه الإمكانية، بس عربيا يعني صعب. نعم. وغالبا ما سيكون يعني الحكم هو مرتبط يعني نعم هي مسألة خطيرة، الاحتكام للجمهور في تقييم الأعمال الفنية. شكرا جزيلا لك أشرف الحساني الكاتب والناقد الفني المغربي، كنت معنا من الرباط، شكرا لك. شكرا أشرف الحساني. مشاهدينا فاصل ونواصل ضفاف، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا مع هذه الفقرة التي نخصصها أسبوعيا لأخبار سينما العالم وعالم السينما. منذ بداية موسم أفلام الصيف في الأسبوع الأول من شهر مايو والذي انتهى عند عيد العمال الأمريكي الأسبوع الماضي، انخفض شباك التذاكر الأمريكي بنسبة 22% عن السنة الماضية بعدما افتقر إلى البداية التقليدية، يعني مع فيلم من عالم مارفل السينمائي. وكانت هذه المرة الأولى منذ عام 2009 التي يغيب فيها عن شباك التذاكر الصيفي فيلم ضخم عن الأبطال الخارقين لبدء الموسم، وذلك طبعاً أثر سلبا على الأرباح الإجمالية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الناقد السينمائي الياس دمر. أهلا بك معنا الياس. يعني في ظل الأرباح المتراجعة عن موسم صيف 2023 حين كان النجاح ساحقا لثنائية باربنهايمر، كيف تقيم حصيلة أفلام الصيف هذه السنة؟ مرحبا عزيزتي منى. يعني حصيلي انا بعتبرها انه كانت
جيدة وليس جيدا، لأنه إجمالي الأرباح وصل لحوالي 3.6 مليار دولار لموسم أفلام الصيف وحده، بوقت كنا إذا بنرجع لحوالي 10 سنوات وأكثر إلى الخلف، من دون أكيد نستثني سنوات جائحة كوفيد، كان بيكون متوسط الأرباح بين 4 مليار وما فوق. لذلك هلأ 3.6، لذلك أنا بعتبرها نتيجة جيدة بالرغم من كل يعني التبعات اللي أتت من ضربي السنة الماضية وقلة كمية الإنتاجات والأفلام توزع هذه السنة، لذلك كانت جيدة. ولعله لأختم سريعا عن هذا الجانب، المنقذ الوحيد كان عن جديد هو ديزني عندما افتتحت مع فيلمي إنسايد أوت 2 وديدبول أند وولفرين اللي فعلا هن لهم الفضل الأكبر، ولعله ثلث هذه الأرباح تعود إلى هذين الفيلمين. طب إلياس، ساهمت إعادة إصدار فيلم كوريلاين في الذكرى 15 على إطلاقه بتعزيز إجمالي الإيرادات ب 31 مليون دولار، برأيك إلياس لماذا أتت هذه النتيجة مفاجئة لصالات السينما؟ مفاجئة عزيزتي، لأنه عادة لما عم نرجعنا نشهد سياسة إعادة إطلاق الأفلام أو الري ريليس ماكسيموم، يعني عنا فيلم مثلا مثل ستار وورز فانتوم مانس بذكرى 25 من بعد إصداره بال 99 قدر يحصل حوالي 20 مليون دولار أمريكيا. لذلك ليجي فيلم مثل كورالاين ويعمل 31 مليون دولار وحتى عالميا يعمل حوالي 40 مليون دولار فقط في 3 أسابيع، كانت مفاجأة لأنه عن جد إجا الرقم كبير. ولكن لعله السبب لأنه قدروا يفاجئوا العالم شركة لايكا اللي صار لها فعلا من 2019 ما شفنا لهم فيلم أنيميشن صالة السينما، أنه عرفوا كيف يشتغلوا على جمع البيانات أو الداتا انتليجنس ويعرفوا وين الفانز أو محبي هذا الفيلم بالتحديد وين هن متمحورين. ولعله رح نشوف هلأ العديد من الري ريليس أو عادة إطلاق الأفلام باستراتيجية ذكية تسمح لها الأفلام أنه يرجع يحققوا نجاحات كبيرة. طيب بعد إصدارها في السينما أفلاما ضخمة مثل كيلرز أوف ذا فلاور مون ونابوليون، تتراجع شركة أبل للمرة الأولى الياس عن إطلاق فيلم جورج كلوني وبراد بيت الجديد وولفز بصالات السينما. برأيك يعني ما سر هذا التغير أو التغيير؟ الصراحة مونا كلنا تفاجأنا لأنه ما حدا كان متوقع، وخاصة بعد ما جورج كلوني نفسه وجورج وبراد بيت ضحوا أو قدموا قسم من أجرهم اللي بيقولوا إنه كل واحد كان قابض حوالي 65 مليون دولار تعمل هذا الفيلم من أجل أنه يسمحوا لشركة أبل أو يساعدوها بإطلاق هذا الفيلم بصالات السينما. مش معناتها إنه هي بحاجة لمساعد لشركة وزنها أكثر من 3.3 تريليار دولار، ولكن أنا بقول لك هذا التغيير أتى من وراء فشلين متتاليين فلاي مي تو ذا مون وأرجايل، لأنه في أبل لما نزلوا تذكرتي الفيلمين الضخمين اللي ذكرتيهم كانوا عم ينزلوا من دون ما فعلا يكونوا عابئين بانه قد ايه هذه الافلام رح تحقق ارباح، لانه فعلا الافلام حققت نوع من نجاح جماهيري، ولكن الفشل الجماهيري بالفيلمين التانيين خليهم انه يتلكؤوا، لانه مش فقط انه مثل ما بيقولوا خوفا من خساره المال، ولكن خوفا من الخساره المعنويه السينمائيه، خاصه انه ابل عم تجرب هلا اكثر واكثر تبني على البراند اللي خلقتها الابل اوريجينال فيلمز، ومن بعد ما تمكن انه يحققوا هن نجاح باول فيلم يحوز على جائزه اوسكار افضل فيلم عبر كودا، لذلك اتى هذا التغيير. ولكن بعتقد انه رح يضلوا يصدروا أفلام بصالات السينما مثل فيلم F1 من عالم الفورمولا 1 لبراد بيت السنة المقبلة، ولكن باستراتيجية متعمقة أكثر. كيف يعني استراتيجية متعمقة أكثر؟ يعني رح شكرا لسؤالك، يعني رح يضلوا مركزين على الايفنت فيلم او الافلام الضخمه مثل ما انتجوا ب 200 مليون دولار كيلرز اوف ذا فلاور مون، او حتى الفيلم الثاني اللي هو ذكرناه نابوليون لريدلي سكوت. هيدي الافلام اللي بيكون في لها اللي بيقولوا انتظار جد كبير ويكون في لها قاعده جماهيريه كثير كبيره منتظرتها، بينزلوها بصالات السينما ويكون في عندها الوايد ريليس، ما بيعملوا لها ليمتد ريليس اللي عملوا هلا لولفز، لانه وولفز كنا موعودين عزيزتي منى انه ينزل بصالات السينما مش بس حتى امريكيه مثل ما رح يعملوا هلا عالميا، ولكن هن ضربوا هذه الفرامل سحبوا فريمونهم لانه خايفين من انه فيلم في هؤلاء النجمين كمان انه يفشل مثل ما صار بافلام مثل فلاي مي تو ذا مون واللي كان فيه نجوم مثل سكارلت يوهانسن وشانينج تيتوم. نعم الياس، نجح اخيرا المخرج الاسباني بيدرو المودوفار في حصوله على جائزه الاسد الذهبي لافضل فيلم في مهرجان البندقيه عن فيلمه ذا روم نكست دور. من فاز عربيا في فينيس او في البندقيه، وهل كان المهرجان تاثير اكبر برايك هذا العام؟
يعني سعدنا انه فاز المخرج الفلسطيني اسكندر قبطي عن فيلم ينعاد عليكم او هابي هوليديز بجائزه افضل سيناريو بفئه الاوريزونتي، لانه فعلا هذا الفيلم بالنسبه لي بعكس اللي بنشوفه دائما على وسائل الاعلام من عنف ومن تبعات السياسات اللي عم تصير، هذه الافلام تاخذنا الى واقع الممارسات اليوميه في الداخل الفلسطيني، مثل كثير من الافلام الفلسطينيه اللي فعلا رائعه جدا وبتاخذنا فعلا الى جانب اخر، الى حتى هو ركز مش بس حتى على الجانب الداخلي بين القضية الفلسطينية، ركز على واقع شخصيات نسائية عبر ثلاثة قصص في هذا الفيلم الرواية الطويل الثاني له. وأنا بنوه بالنسبة لي لما ركز على شخصيات نسائية فعلا هو ركز على أقلية داخل أقلية في المجتمع الفلسطيني الخاضع لهذا الكيان المتغطرس، لذلك هذا الفيلم له كان الأهمية كتير كبيرة وأخذ وقعه وحاز بهذه الجائزة، كمان بالإضافة إلى الأسلوب المتفرد فيه للمخرج ساندر قبطي، لذلك سعدنا عربيا في هذا الفوز الفلسطيني بالإضافة إلى فوز آخر في فئة متميزة ونجح مهرجان فينيس أنه يتميز في هذا البعد واللي هو بعد الفيرتشوال رياليتي أو الواقع الافتراضي، حيث فازت المخرجة المصرية مي عبد الله مع باري جوردن غرين عن فيلم اسمه من هو من عالم الواقع الافتراضي اسمه بلاي تايم، هو فعلا فيلم تقول بتروي تيلدا سوينتون الممثلة تيلدا سوينتون، ولكن بيخدنا على واقع الأفلام الافتراضية، ولذلك فعلا كمان ساعدنا أنه حتى نحن عربيا عم نقدر ننجح في هذا البعد من افلام الواقع الافتراضي. ولعله كمان حتى اختم انه تاثير مهرجان هذه السنه بستذكر بس قصه سريعه عم خبرك اياها صارت بين احد النقاد تفضل. بين قدامي واحد فرنسي واحد واحد ايطالي، قال له الفرنسي انه كان هي ام المهرجانات، فرد عليه صديق الثاني قال له اذا كان ام المهرجانات ففينيز هي اختها الكبرى والانضج والاكثر سحرا، لذلك حلو. فعلا تمكن مهرجان البندقيه ان يعود وينجح هذه السنه، وخاصه انه فعلا كان في عدد كبير من النجوم وايضا من نجوم هوليوود، وحتى الافلام اللي فازت شفنا قد ايه كان الخيار فذ وجريء وجد ذكي، وهذا الفضل بيعود دائما الى البرتو باربيرا هذا المدير الفني للمهرجان اللي عم يعرف دائما كيف يقتنص فرصه انه يحصل على الافلام اللي عم تنجح ليس فقط نقديا ولكن ايضا جماهيريا. شكرا شكرا لك الناقد السينمائي الياس دمر، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا كانت هذه النافذة الأسبوعية على السينما العالمية، بعد قليل جولة على الأحداث الثقافية. يعني حديث جميل عن السينما، وأنا أتفق بالمناسبة مع الياس على أن مهرجان البندقية أعرق من كان. على كل حال نذهب إلى جولة في الأخبار الثقافية إلى المغرب ومن هناك من خلال عروض محلية وعالمية للسيرك في مدينة سلا. نعم رشيد، يعني اختتم قبل يومين مهرجان السيرك الدولي قراصنة الذي يقدم تجارب وعروض من دول عربية وإفريقية وأيضا أوروبية. أبرز أهداف هذا المهرجان هي حماية الشباب من التهميش والتي تمثلها تجربة مدرسة شمسي المغربي. وتعد رشيد مدرسة شمسي للسيرك مدرسة نموذجية في المغرب، وهي تستقطب شبابا من خلفيات اجتماعية واقتصادية صعبة وتدربهم على فنون السيرك. إذن دعينا نشاهد مع المشاهدين جزء من عروض هذه الدورة من مهرجان قراصنة في هذا التقرير، نتابع. مهرجان قراصنة هو واحد المهرجان اللي كتنظموا الجمعية المغربية أطفال فضائية صعبة، اللي هي لأسست مشروع ديال مصارع السيرك الشمسي اللي كاينة في سيدي موسى سلا. هذا المشروع هذا من 2009 كيكون شباب في مهن السيرك، وبما أنه في المغرب ما كاينش شي منصة اللي كتخول هاد الشباب هادو على أنهم يبينوا المواهب ديالهم، الجمعية ارتأت أنها تخلق هذا المهرجان تاع قراصنة باش دوك العروض وداك داك التكوين ديالهم تقدروا يبرزوه في المهرجان.
نحن سعداء بعرض عملنا في المهرجان، ولقد جئنا هنا قبل 10 سنوات مع مدرستنا لمشاهدة العروض، والآن أتينا هنا للمهرجان بعرضنا ومسرحيتنا الأولى، ونحن سعداء بوجودنا هنا. أحسن العروض اللي شفت فهمت في واحد النيفو اللي يعني نيفو انترناسيونال، ماشي زعما شي حاجه اللي عاديه، بالخصوص انهم هما يعني محترفين في العالم بصفه عامه. بالنسبه لحمزه عضو في كومباني اكس ايغريك اللي هي واحد الكومباني كتخدم يعني داكشي ديال بورتي وكذا، يعني من احسن لي كومباني في العالم. وبالنسبه لمايلي هي خريجه من واحد المدرسه ديال السيرك في فرنسا، بالتالي يعني كان داز سبيكتاكل واعر. نتابع جولتنا رشيد، ويبدو أن هناك سعيا رسميا في بغداد إلى جمع مقتنيات وإرث رموز ثقافية وفنية في مكتبات أو في متاحف. هذا صحيح منى، قد جرى مؤخرا افتتاح مكتبة ومتحف الشاعرة العراقية نازك الملائكة. يعني هي مبادرة المركز الثقافي البغدادي بتخصيص مكتبة ومتحف لهذه الشاعرة الأيقونة في الوجدان العراقي والعربي. على كل حال، المتحف جمع مقتنيات وكتب وأدوات وهدايا خاصة بالراحلة نازك الملائكة التي ارتبط اسمها بأهم ثورة نوعية في الشعر العربي. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. أنا نازك صادق الملائكة، شاعرة عراقية، ولدت في عام 1923 في بغداد في بيئة ثقافية. اليوم عندنا افتتاح لمكتبة لشاعرة العراق رائدة الشعر الحر نازك الملائكة، وبعض من مقتنياتها وتكريم لأحد من ذويها أو من عائلتها. هذا نهج سنستمر عليه، وإحنا وجهنا دعوة إلى كل العوائل العراقية اللي شخصياتهم ذات الأثر في الثقافة البغدادية والثقافة العراقية. تحت الصمت على الأموات صرخات تعلو تضطرب، حسن يتدفق يلتهب يتعثر فيه صدى الآهات. تحت الصمت على الأموات صرخات تعلو تضطرب، حسن يتدفق يلتهب يتعثر فيه. هذه المكتبة تمثل نقطة ضوء مهمة في تاريخ الشعر العربي والشعر الحر، بل والثقافة العراقية والبغدادية، لذلك فرصة مهمة أمام الباحثين والدارسين، وضعها المركز الثقافي البغدادي من أجل أن تكون متاحة، وهو جزء من مشروعنا، مشروع ناقلو التراث، والذي استطاع من اقتناء أكثر من 30 مكتبة لأبرز شخصيات في العراق. سأعرفكم بنفسي، أنا مازل صادق الملائكة التي قادت الثوار السوريين في مواجهة جيش الاحتلال الفرنسي. من مؤلفاتي عاشقة الليل وشجرة القمر والتهاب، سكن الليل أصغي إلى. طبعا هذا الأثاث اللي تشوفه كله هو أثاث شخصي، المكتبات، الأثاث اللي موجود المكتب مالها، القنفات الموجودة، كل أثاث شخصي. إلى تونس، وتحت اسم سينما أرينا، هي قافلة تنشر الموسيقى والاستعراضات الفنية داخل المناطق النائية في تونس. نعم، وبرنامج سينما أرينا هو مبادرة أطلقتها المنظمة الدولية للهجرة مشاهدينا، وتستهدف الشباب في هذه المناطق لحثهم على عدم الهجرة.
يعني خاصة الهجرات غير المنظمة. فكرة عن الأنشطة والعروض في التقرير التالي. على مستوى الأنشطة ديما الشباب هو محور عملية تنشيطية، هو اللي بادر وإحنا اللي نأطروا ونحاولوا نرفقوه في المعطوة هذه. هذا على الأقل علاش المستوى اللي القوة في الشباب العروسة هو مستوى متميز حتى على مستوى الحرار، شباب فاعل، شباب فاهم شنو قاعد يعمل، شباب معناها فاهم العملية ككل كيفاش تصير. وإن شاء الله إحنا مؤسسات الدولة بقية المؤسسات حتى المؤسسات التربوية الموجودة تشتغل على النوادي هذه باش على الأقل نقربوا من الشباب هذا. تتمثل القافلة، احنا قاعدين نجوبوا نخدموا في ورشات عمل مع الشباب، نحكيوا معاهم على أسباب اللي هما تدعاهم للهجرة وشنو نقترحوا عليهم كبديل. هذا زادا نواصلوه في السهرة فقرات ثقافية يأثوها كل من دار الشباب ودار ثقافة، مع احنا نحدوا فقرة اللي هي تتمثل في بروجيكسيون تاع فيلم عنده علاقة بالهجرة الغير نظامية، ويتخلوا نقاش مع الشباب، نحكيوا معاهم نقاش مفتوح، هو يحب معناتها يهاجر بطريقة غير نظامية ولا ما يحبش، نحكيوا على الأسباب وكذلك كما قلنا نحكيوا على البدائل. كنت وحدي أنا في الحومة وبعد جت حرقة حرقت، جيت لفرنسا خدمت شوية، خدمت مع واحد حبيت نحرق، حبيت نشوف إيطاليا، ما عنديش من بيت، ما عنديش من ناكل، نفكر في الفاميليا نتاعي، فندمت يعني، فندمت على النهار اللي حرقت فيه. ختام حلقة اليوم من ضفاف، نشكركم مشاهدين على المتابعة على شاشتكم العربية 2 وشكرا لك. شكرا رشيد، مواعيدنا مشاهدين ضمن برنامجكم ضفاف تحمل دائما الكثير من الثقافة والفنون والإبداع. دمتم مشاهدين بألف خير وإلى اللقاء.